إنه ليوم تاريخي مشهود من أيام الكويت الغالية، حيث نحتفل بإنجاز وتشغيل هذا الصرح الوطني العملاق تحت شعار وتستمر الإنجازات. تعد مصفات الزور أحد أهم مشاريع خطة التنمية بدولة الكويت، وهي من الركائز الرئيسية لخطة مؤسسة البترول الكويتية الاستراتيجية الهادفة إلى إنتاج مشتقات نفطية عالية الجودة تتوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية العالمية. احتفلنا قبل عامين وتحديداً في شهر مارس 2022 بتشغيل مشروع الوقود البيئي في مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله، والذي دشن مرحلة جديدة وشكل علامة بارزة في تاريخ صناعة النفط والغاز بدولتنا الحبيبة، وعلى وجه الخصوص صناعة التكرير. وها نحن اليوم نحتفل بالتشغيل الكامل لمصفات الزور التي تعد واحدة من أكبر مشاريع التكرير على مستوى العالم. واستكمالاً لمسيرة الإنجازات في هذا العام، عام 2024، بدأ فصل جديد في تاريخ الصناعة النفطية الكويتية بإدارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لعجلة الخير، ليفتتح مصفات الزور لتضخ طاقة تكريرية جديدة ولتستمر الإنجازات. أبونا الشيخ مشعل، أنا ولدك جاسم، اليوم يبدأ مستقبل جديد باستدارة عجلة الخير من جديد. شكرا لاستكمال مسيرة الإنجازات. مصفات الزور هي أول مصفاة وأكبر مصفاة تبنى بمرحلة واحدة بحجم 615 ألف برميل باليوم، فتعتبر مصفات الزور هي أكبر مصفاة في العالم بنيت في مرحلة واحدة. وهذا الإنجاز الكبير يعني للقطاع النفطي يضاف إلى الإنجازات العديدة السابقة، منها تشغيل مشروع الوقود البيئي في مصفات ميناء عبدالله ومصفات ميناء الأحمدي. والاحتفالية اليوم تأتي بعد التشغيل الكامل لهذا المشروع الذي يعني بدأ يعني سنوات عديدة، واستذكر عند توقيع العقد هذا المشروع الضخم في أكتوبر 2015، والحمد لله اليوم يعني شفنا الإنجاز على أرض الواقع، واللي زادنا يعني فرحة كبيرة إن هذا الإنجاز تم بسواعد كويتية وتم تشغيله بأيادي كويتية من العاملين في الشركة البترولية المتكاملة.